في تونس أغلقت أبواب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس المزمع إجراؤها في 15 من سبتمبر أيلول القادم. أكثر من 45 شخصية سياسية وغير سياسية ترشحت لهذا السباق الذي سيشهد تنافسا محتدما، لكن بعض الترشيحات وصفت بغير الجدية وبالشعبوية دفعت الكثيرين للمطالبة بتغيير شروط الترشح. أغلقت أبواب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس بعد فتحها بداية الشهر الحالي، فسيفساء من المترشحين يخوضون السباق الانتخابي. أحزاب ديمقراطية ويسارية وحتى النهضة الإسلامية نزلت لأول مرة لخوض هذا السباق. مزيج من التيارات السياسية، اختلف التونسيون حول أهليتها في الفوز بكرسي الرئاسة. كما ثم حتى واحد كان جاء واحد جي يحكي لي يقول لي شنو باش نعمل ونعمل ونعمل للبلاد، وقت نجم نختار. ملي هذا اللي هذا ينقض في الاخر، ما تنجمش تعرف شكون باش تختار. هذه مهزله للبلاد، هذه قاعدين يضروا في الصوره نتاع البلاد. معناتها بلادها بسياستها بدبلوماسيتها بكل شيء، معناتها الكل مشى في الماء. عدد كبير من المرشحين زاد من ضبابيه المشهد وعقد عمليه اختيار الرئيس لدى عموم المواطنين. امتحان انتخابي فتح للجميع، فتوافدوا بالعشرات لتقديم ترشحاتهم، فكان من بينهم المحامي والطبيب والفنان، وهناك أيضا من جاء فقط لتلبية دعوات متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، في مشهد دفع الكثيرين لمطالبة هيئة الانتخابات بتعديل شروط قبول الترشحات في الاستحقاقات القادمة. القانون التونسي المنظم للانتخابات يتيح الفرصة لكل مواطن تونسي لتقديم ترشحه، فرصة لم يضيعها عدد كبير من المترشحين الذين لا تربطهم بالشأن العام أي رابطة. فنانون ترشحوا استجابة لنداء معجبهم، وآخرون ترشحوا من أجل قطع العلاقات مع السفارات التي لا تمنح الشباب التونسي تأشيرة المغادرة. الإعلام اليوم يركز على هذه الترشحات غير الجدية حتى يثير من خلالها نوع من الصخب، وهذا يخدم الإعلام ولكن لا يخدم قضية رئاسة الجمهورية. حضور هؤلاء المرشحين غير الجديين كما وصفتهم الهيئة المستقلة للانتخابات حاز على الانتباه وسرق الأضواء من المرشحين المحتملين للفوز بكرسي الرئاسة. بروز فسره البعض بالظهور التقليدي للمرشحين في وقت اعتمد فيه هؤلاء على أسلوب مختلف من حيث اللباس والأفكار، ما خلق صدمة لدى الرأي العام. علي الجسمي، العربي 24.